بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هنكمل ان شاء الله دروس الرياضيات للصف الاول الاعدادي، المنهج المصري، الفصل الدراسي الاول، العام الدراسي 2015-2016. معاكم ناصر سالم. احنا خلاص شغالين في الوحدة الاخيرة اللي هي وحدة الاحصاء، واخدنا الدرس الاول وده هو الدرس الثاني في الاحصاء. من ناخد عن المنوال والوسيط والوسط الحسابي. ايه هو المنوال؟ المنوال هو القيمة الاكثر تكرارا او شيوعا، وهو طبعا المقاييس اللي احنا بناخدها دي بنسميها مقاييس النزعة المركزية، مقاييس النزعة المركزية. فعندي مقاييس كتيرة جدا، احنا هناخد ثلاث مقاييس فقط، وهو المنوال والوسط والوسيط، او المنوال والوسيط والوسط. ايه هو بقى المنوال؟ هو القيمة الاكثر تكرارا. يعني مثلا بيقول لي اوجد المنوال لمجموعة القيم 5 8 7 5 6. طب ايه القيم الاكثر تكرارا؟ الخمسة، يبقى المنوال يساوي 5. طب هل لا يوجد منوال؟ يعني مثلا قلت لك القيم مثلا 3 و4 و5 و6، اوجد المنوال. لا يوجد منوال، مفيش اي قيم متكررة، خلاص يبقى لا يوجد منوال. مثلا هنا الجدول التكراري ده، وزن الطلاب بوزن 30 كيلو، كان طالب واحد وزن 31 وهكذا. لما مثله بيانيا يبقى انا اعرف المنوال ايه اكبر عمود عندي، يبقى ده المنوال اللي هو قيمته كام، اللي هو وزنه كام، 35، وقيمته كام، 7، وقيمته ما الوزن الاكثر انتشارا، الوزن الاكثر انتشارا 35 كيلو جرام، مع عدد التلاميذ اصحاب الايه، اصحاب الوزن، يبقى 7، عدد التلاميذ 7 معايا، يبقى المنوال كام؟ هو الاكثر تكرارا 35، الوزن الاكثر تكرارا 35. المقياس الثاني وهو الوسيط، والوسيط مهم جدا ان انا لي بعض الخطوات، لو اتنست خطوة ما بتعرفش تجيب الوسيط. يبقى اول خطوة عندي عشان اجيب الوسيط هو القيمة الايه، الوسطى، القيمة اللي في الوسط لمجموعة الارقام اللي بيديها لك، القيمة اللي في الوسط لمجموعة الارقام. اول خطوة عشان اجيب الوسيط، الوسيط يبقى برتب القيم سواء تنازليا او تصاعديا، برتبهم تصاعديا او تنازليا. لو القيم فردية هتلاقي قيمة في النص، يبقى هو ده الوسيط. لو القيمة زوجية، القيمتين اللي في النص اجمعهم واقسمهم على الاثنين، اجمعهم واقسمهم على الاثنين. ناخد مثال بيقول لي يوجد الوسيط. طيب الوسيط للقيم الاولى، يبقى ارتب الاول الاعداد، ارتب يبقى 5 و7 و10 و11 و14، رتبت انا تصاعديا كده. عدد القيم كام؟ 1 2 3 4 5 فردي. يعني ايه؟ فين القيمة اللي في الوسط اللي هي العشرة دي؟ قبلها 2 وبعدها 2، يبقى هي دي القيمة اللي في الوسط، يبقى الوسيط يساوي 10، الوسيط يساوي 10 على طول، الوسيط يساوي 10 مباشرة. طيب القيم التانية، رتب 1 و3 و4 و6 و8 و10. هنا 1 2 3 4 5 6، مفيش بقى 6. يعني ايه؟ يعني في قيمتين، القيمتين اللي هم الاربعة وستة، معلش، قبلهم رقمين وبعدهم رقمين، يبقى الاثنين دول هم الوسيط، لازم يكون وسيطين. لو عدد الاعداد زوجي يبقى لازم يكون وسيطين، يبقى الوسيط بعمل ايه؟ او الاربعة زائد ستة على الاثنين يساوي 4 و6 كام؟ 10 على الاثنين، يبقى الوسيط يساوي 5، الوسيط يساوي 5. يبقى الوسيط هو القيمة الوسطى. لو عدد الاعداد فردي يبقى العدد اللي في الوسط بعد الترتيب تصاعدي او تنازلي، برتب تصاعدي، خليك رتب تصاعدي على طول. ولو كان عدد الاعداد زوجي يبقى في 2 وسيط في الوسط، قبلهم عدد من القيم وبعدهم نفس العدد من القيم، اجمع الاثنين واقسمهم على، اجمع العددين واقسمهم على الاثنين بيديني الوسيط. الوسط الحسابي، الوسط الحسابي عشان اجيب القيمة اللي هو الوسط الحساب، مش القيمة الوسطى بقى، بنسميه الوسط الحسابي، الوسط الحسابي بيساوي مجموع هذه القيم على عدد هذه القيم، مجموع القيم على عدد القيم. ناخد مثال،
بيقول لي اوجد الوسط الحسابي، يبقى على طول ما فيهاش ترتيب ولا حاجه. الوسط الحسابي اجمع 3 زائد 8 زائد 11 زائد 4 زائد 9 على عددهم كام؟ 1 2 3 4 5، يبقى عددهم 5. اجمع كده 11 11 و11 22 26 35، ب 35 على ال5 يبقى الوسط الحسابي يساوي 7. الوسط الحسابي يساوي 7. بيقول لي سجل أشرف عدد الدقائق التي استغرقتها حافلة في الذهاب إلى المدرسة لمدة 3 أسابيع، فكانت 15 و17 عدد الدقائق، وهكذا. عايز كل من المنوال، فين المنوال بقى؟ الأكس أدي 16 16 وفي 17 17 17 17، يبقى المنوال يساوي 17، هي القيمة الأكثر تكرار. الوسيط، عشان أجيب الوسيط لازم أرتب، نرتب ها 15، لا في 14 معلش، يبقى 14 ده في 13. طيب معلش 13، نبص كده 13، اي 13 و14 نمسحهم حتى كده، 13 و14 15 و15 و15 و16 و16 و17 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 و18، خلاص 18 و19 واحدة و20 واحدة، في 20 مفيش، 20 و19 يبقى 21. 21 و25 و25 كام واحدة دول؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، مظبوط. يبقى انا رتبت كده ايه؟ تصاعدي، رتبت تصاعدي، يبقى القيم كام؟ هم 15. يبقى القيمة الكام؟ يعني مثلا 15 15، يبقى اقول 15 زائد 1 على 2، يعني 16 على 2 القيمة الثامنة. يبقى قد كده 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى كام؟ 17 برضو. يبقى القيمة اللي في الوسط هي القيمة الثامنة، يعني ايه؟ اقسم على الاثنين وازود واحد، يبقى الوسيط بعد الترتيب طبعا يساوي كام؟ يساوي 17. الوسيط يساوي 17. الوسط بجمع دول واقسمهم على 15، يبقى الوسط يساوي 13 زائد 14 زائد 15 زائد 15، وهكذا اجمع على عددهم كام؟ على عددهم 15. احسب دول بالآلة يطلع لي مثلا كذا، اقسمه على 15 يديني قيمة، دي بسميها الوسط الحسابي. يبقى الوسيط برتب الاعداد تصاعديا او تنازليا واشوف القيمة اللي في الايه؟ اللي في الوسط. يبقى احنا عرفنا كده عن المنوال والوسيط والوسط. اتمنى ان شاء الله يكون استفدت من هذا الدرس. يبقى احنا كده انهينا بفضل الله سبحانه وتعالى منهج الرياضيات الفصل الدراسي الاول. اتمنى ان يكون هذا العمل خالص لوجه الكريم، وان يكون مفيد لكل الناس، والناس استفادت منه بشكل كبير. اعتذر عن اي اخطاء حصلت، سواء اخطاء رقمية او مسألة حصل فيها خطأ معين او كده. كل ابن ادم خطاء، وطبعا غير مقصود هذا الخطأ، واهم حاجة ان الفكرة بتصل من المسألة. ان شاء الله يبقى موعدنا مع حل نماذج التمارين، ويبقى كده انهينا المنهج. اشوفكم على خير في الترم الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.